في أنواع كثيرة من الأجبان، ولكل بلد نوع من الجبن تختص بصنعه وتتميز به. ومن أشهر الأجبان في العالم الأجبان الفرنسية، حيث هناك حوالي 360 نوع من الأجبان المختلفة. نتابعوا يا بعض هذا التقرير عن أفضل أنواع الجبن اللي حازت على شهرة واسعة حول العالم. للمرة الأولى منذ 32 عاماً يفوز جبن أمريكي في مسابقة جائزة الأجبان العالمية في عام 2019، إذ توجت الشركة الأمريكية المنتجة روغ كريمري بالمركز الأول، متفوقاً على 3800 نوع جبن من 42 دولة. وفيما يلي أفضل أجبان في العالم وفق المسابقة التي عقدت في بيرغامو بإيطاليا في أكتوبر عام 2019 بمشاركة 3084 مشاركاً ولجنة حكم مكونة من 62 متخصصاً. أورغانيك روغ ريفر بلو في الولايات المتحدة الأمريكية. التغلب على صانعي الجبن الذين عملوا في أوروبا لعدة قرون ليس بالأمر السهل، إلا أن المنتج الأمريكي روغ ريفر بلو من أوريغون فعل ذلك وتوج أفضل جبن في العالم. بارميجانو ريجيانو في إيطاليا. لا يمكن لقائمة الأجبان الأفضل في العالم أن تخلو من جبن بارميجانو ريجيانو المحبوب عالمياً، وليس فقط في إيطاليا، الجبن المصنوع من حليب الأبقار الصلب والمحبب. تورتا ديل كاسار في إسبانيا. ثالث أفضل جبن في العالم هو تورتا ديل كاسار الإسباني من دونا فرانسيسكا تشيز فاكتوري في غرب إسبانيا. بيتشفورك تشيدر في المملكة المتحدة. تم تصنيع بيتشفورك تشيدر من قبل الأخوين تود وموغان تيرتوان في مصنع الألبان في تيرتوان في سومرست. كوينتانيو في إيطاليا هو جبن الماعز الطري الذي يصنعه منتجو جبن لافليات في لومباردي بإيطاليا. جالوس في سويسرا. مثل العديد من الأجبان والأفضل في العالم، يتم إنتاج هذا الجبن البقري الصلب في جبال الألب، ويتم إنضاجه وتعتيقه لمدة 8 أشهر، ويتميز بصلابته لكنه مرن وحار مع لحاء بني. إبواس في فرنسا. ستكون صدمة إذ لم يكن هذا الجبن ضمن الأفضل في العالم، لأن هذا الجبن اللاذع والشهير محبوب في جميع أنحاء العالم.